أبو عروض الأورانجي باي. فتخلى عمل تاني عروض أورانجي باي. بصوا هنا كده استنى، كنت لسه مصوراها معاكم إن هي ب114.75. النهارده بقى كده في عروض الأورانجي باي عاملة أميرة كيلو ونص عاملة 98.5 بدلا من 114.75، واللي 700 جرام عاملة 49.95 بدلا من 57. جولدن ميكس مفيش عليها عروض زي ما هي، الكيلو ونص عاملة 174. سمن خليط 700 جرام عاملة 84. في عرض على جنار كانت عاملة 41 بقت ب39.75، ده نص كيلو 39.75. في عرض على كريستال متفاجئة ان سعرها زاد اوي دلوقتي، في عرض عليها عاملة كام؟ 117 بدل من 21.5، ده كيلو ونص. خمسة وأربعين قرش، يعني 43.5 بدلا من 47.5 اللي هي دي. وهتلاقي أميرة بس كان كام يا حبيبتي؟ الكيلو ونص عاملة 117 بدلا من 121. لا اللي فوق مش عارفة العرض عليها ايه. في برضو أميرة عليها عرض الكيلو ونص عاملة 98.5. دي كده دي عروض السمنة. هقول لكم بقى على عروض الزيت. في كده اكو عروض للزيت دي غالية، دي عاملة كام؟ دي عاملة 32 بس قطعة واحدة كل عميل. لا ده 700 ب 32. هي بره لسه سال عليها عامله 45. هنادي لا هشوفها، هنادي عامله 34 700 جرام 700 جرام. وفي البرج الفرنساوي 39 700. اكو عروض للزيت بس كل واحد ليه قطعه واحده فقط. كان فيها نادي كيلو كانت عامله 46 بس خلصت. لسه خالصه دلوقتي، لسه خالصه دلوقتي. هي دي؟ لا يا حبيبتي، هي ام جوزها هي. لا دي ماشي. كان في كمان لتر هنادي كان عامل 46 بس برضو كان كل واحد ليه قطعه واحده. ولو خدتي قطعه من ال 700 ما بتاخديش من الكيلو، هي قطعه واحده سواء من الكيلو او من ايوه انا عارفه، تبقى قطعه واحده بس سواء الكيلو او ال 700. اللي بياخد زياده عن كده بيرجع من عند الكاشير. طبعا عروض قوية قوي على الزيت عشان كده الدنيا زحمة. رهضة نضمك يا هاني. الأصيل دي عاملة كده؟ ده جي 2 لتر وربع عاملة 166 75 جي معلهاش عرض. تعالى يا هاني. بص كده أهي قطعة واحدة لكل عميل. البرج الفرنساوي ده 680 و 700 عامله 39 بدل من 41 برضه قطعه واحده كل عميل. اقوى عروض للزيت هنادي كمان كانت عامله اللتر عامل 46. طبعا كده يعتبر ارخص اسعار هنا للزيت. هما بكام يعني؟ بصي هنادي عامله 34 ب 700 جرام وغاليه عامله 32 ب 700 جرام. وفي البرج الفرنساوي عامل 39 بدل من واحد بس كل واحد ليه قطعه واحده.
كان فيها نادي عامل كيلو، الكيلو كان عامل 46، كان عرض حلو قوي بس لسه خالص دلوقتي. بس هما بيجيبوا تاني، خلي بالك بيجيبوا تاني، يعني بيخلص بيجيبوا تاني. لا بيخلص بيجيبوا تاني من المخازن، اللي هي اللتر دي، اللي هي عرض اللتر دي جميله قوي، عاملة 46. هي دي بكام؟ ب 32 دي؟ لا دي ب 34، اللي هي هنادي غالية اللي ب 32. طب انا واحدة اهي دي غالية دي. حلوة غالية دي ولا ايه؟ انا لسه سأل عليها امبارح في السوبر ماركت، عاملة 45 دي؟ هي هنا عاملة 32، هي بره في السوبر ماركت عاملة 45. الحمد لله. لسه سأل عليها امبارح بالليل على فكرة، عشان كده بصي العروض. هما كل شوية العفو، هما كل شوية ان هما بيجيبوا، طبعا بيفضل الرفوف دي بتبدا وبيجيبوا غيرها، بس عرض اللتر اللي قوي قوي بيخلص قبل ما بيترص على الرفوف، هو لسه كده قبل ما يترص على الرفوف بيخلص اللي هو اللتر. طبعا بقيت الزيت ما فيش عليه عروض، هو اللي عليه عروض اللي قلنا عليه، وقطعه واحده كل عميل. معلش بقى جرومي في الكلام، الدنيا زحمه قوي ورايا، ما بصدق ان مكان فاضي واقعد اصور فيه. طبعا الصاني ده اللي هو اللتر 750 عامل 116، واللي هو 750 عامل 48، ده معلوش عرض. وليكس برضو مش منزلين عليه عرض، الاورانج دي ده مش منزلين عليه عرض، كانوا منزلين في اللي فات ده 700 عامل 41. طب منزلين على صني العرض اللي هو 400، ال 4 لتر و 400 ده اللي منزلين عليه عرض، 4 لتر و 400 عامل 260 بدل 280، 260 بدل 280 4 لتر و 400. لا في كمان سلطان منزلين عليه عرض اهو، سلطان ده 680 عامل 39 بدل 42، وبرده قطعه الكل عامل. يبقى كده العرض على هنادي وسلطان والبرج الفرنساوي وغالية، وعلى صني اللي هو الحجم الكبير ده اللي هو 260. في عرض تاني على يونجا، ده لتر ونص عامل 105 بدلا من 114 75، ده دوار شمس لتر ونص. في برضو عرض على النقاء، النقاء ده 750 عامل 45 بدل من 47، روز جاردن عامل 52، ال 800 معلوش عرض روز جاردن. هو العرض على النقاء عافية، ده اللتر 600 عامل 140. في عافية ال 2 لتر و 200 عامل 190. في عرض برضو على كريستال الدرة، ال 2 لتر و 200 عامل كام؟ عامل 175 بدل من 193 ونص، عامل 175 بدل من 193 ونص، 2 لتر و 200 اللي هو الدرة. الاصيل مفيش عليه عرض، الاصيل اللتر ونص عامل 144 75 قرش، و 750 عامل 74، 750 ملي عامل 74، روز جاردن 800 ملي عامل 74. لا اسفه ده ريحانه مش روز جاردن، ريحانه ال 800 ملي عامل 74، روز جاردن كان عليه عرض اهو بس مفيش منه دلوقتي، خلص العرض او خلصت الكمية. يعني كان في روز جاردن 800 عامل كام؟ 57 بدلا من 59 ونص. في سلايد ده 800 ملي عامل 80.
هنا في بقى اول عروض كده على الجلاش سواء السلام او العزه عامل 9 جنيه ال 300 جرام بس كده السلام عامل 9 جنيه بدل من 20 جنيه عرض قوي اكتر كده من 60% والعزه عامل 9 جنيه بدل من كام العزه كان بكام كان ب 13.5 ده كده ده كده السلام وده العزه وفي المراعي عليه عرض برضو عامل 12.5 بدلا من 18.5 بس ده 350 مش 300 350 جرام في شاتورة ده جلاش 350 عامل 24 ده مش عليه كده عرض انا بجيب لكم اللي عليه العروض في هنا هوكس كاليماري اقماع ده كده عامل كام الكيلو عامل 115 بدلا من 215 عرض قوي برضو قوي ده كده ده كده 115 بدل من 215 كده في 100 جنيه ده كيلو 10 على 10 ده سي فود ميكس 800 جرام عامل كام ده كده عامل 92 في 10 على 10 قشر بياض ده 400 جرام عامل 129 وفي 10 على 10 ده سمك فيليه فاخر 400 جرام عامل 117 وفي اصابع كابوريا 250 جرام عامل 27 مش شايفاها بصراحه لا في هنا الكرامه ده قاعده بيتزا حجم كام حجم صغير 8 قطع عامله 61.5 وفي هنا فاميلي لايف ده عيش جامبو ابيض ده 30 سنتي في 5 قطع عامل 22 ده كده ودي الكرامه اللي هي قاعده البيتزا في سمبوسه بالزيت 400 جرام عامله كام 62 وفي اشهى عجينه سمبوسه 400 جرام عامله 25 في ايه تاني وفي جانو جلاش عامل كام جانو عامل ده بقى 400 جرام عامل 12 جنيه في عرض على بط العابد اللي بطه كامله بالوزن عامله 97 الكيلو بدل من 115 حسب ما تطلع وزن بقى البطه وابو مسلم الكيلو عامل 95 95 ابو مسلم عليه عرض الكيلو عامل 95 بدل من 109 يبقى ابو مسلم الكيلو عامل 95 بدل من 109 العابد 97 بدل من 115 في برضو العابد دوراك بالعظم عامله كام استنى لا شايفه العرض من عندك انت عامل كام ده انا شايفه الصدور الصدور عامله 93.5 بدل من 100 الوراك عامله كام عندك هنا 93.5 برضو يبقى اوراق بدل 108 يبقى الوراك او الصدور الكيلو عامل 93 ده من العابد بدلا من الوراك بدل من 108 لكن الصدور بدل من 100 مش 110 100 سواء ده او ده عامل 93.5 كيلو بس ده خلي بالك لا يعني لا في هنا كده الضربة دي قهوة 2 في 1 الظرف 9 جرام عامل كام 2.75 جنيه العلبة عاملة 32 بدل من 39 في سوشي كافيه ده 3 في 1 الظرف 18 جرام عامل كام 4.25 جنيه ده معلوش عرض هو برافو اللي عليه عرض في عرض على سيتي كافيه الكابتشينو الظرف عامل كام الظرف عامل كام لا هي العلبه عامله 26
75 بدل من 48 75، بس مش كاتبين سعر الضغط تاني بقى. هما انا دول لا مش كاتبين، هما كاتبين سعر اللعبه نفسها.